أكثر من 2000 إيقاف وربط 3000 تحرك احتجاجي في الليل وفي النهار وفي الشمال وفي الجنوب وفي النقابات وفي الشارع. شتاء أقل من نجم يقولوا لي إنه سخون ياسر. أما علاش الأسرة الأخرانيين خاصة جان في فيفري كانوا سخان برشا؟ كل عام جان في يشهد احتجاجات كبيرة أما مش كيما اللي شفناها السنة. يقول قايل علاش؟ علاش بعد 10 سنين من الثورة بتصير الموجة الاحتجاجية الكبيرة هذه الكل؟ وعلاش عدد الإيقافات الكبيرة؟ الإجابات على الأسئلة هذه خلانا نحاولوا نسمع مجموعات من الناس اللي عندها علاقة بالموضوع ونحاولوا نفهموا معها اللي صار. بدينا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اللي تبعت الاحتجاجات هذه وحاولت خاصة توفر محامين للموقوفين خلالها. سوء المعاملة وبطاقة خلع سراوي بعض المسلمين بالاغتصاب. وعمليا شنو صار؟ شنو الانتهاكات؟ عمليا بعد الأربع أيام الحجر الصحي السياسي ذاك اللي تعمل وقت لو 14 جانفي صارت فما أحياء شعبية ومناطق معينة شهدت احتجاجات. الاحتجاجات هذه جوبهت بالقمع والضرب والمداهمات بدون أذون قضائية والتعذيب في مراكز الإيقاف وانتهاك كرامة المحتفظ بهم وما إلى ذلك. ومن بعد تعدينا إلى مرحلة نهزوا العركة للمحاكم. نعرف سيما أهلا عسلام صفا وينك مان؟ شو الأمور؟ صفا لباس؟ الحمد لله عايشك. في الأغلب كانت الإحالات بهضم من أجل جريمة هضم جانب موظف عمومي، جريمة شهيرة ذي، صحفيين تتحال، مدونين، ناشطين، بالشباب بالعشرات يتحالوا على الجريمة هذه. وكذلك الأمر متاع حظر الجوالين والأمر المنظم ليه متاع قانون حالة الطوارئ. ولي حالات كذلك كانت فيها محاولة الاعتداء على ملك الغير وما فماش متضررين. كانت الملفات شبه كوبي كولي معاودة الكل بالعشرات راه، خاصة نذكر معناها مركز من تونس الجنوبية ثم مركز أكثر من 30 موقوف كان التغيير كان في الاسم. وصلنا حتى أنه نحكيه على أنه باحث البداية يوهم بوقوع جريمة للنيابة العمومية، دونك النيابة العمومية تحت احتفاظ، دونك الأخرين محتفظ بهم والجريمة في الحي هذاك ماهيش موجودة، معناتها غير ما يبدأ فما حي سكني لم يشهد احتجاجات. في نفس الوقت وين البلاد سخونة والبوليس يرتع فيها كم يحب والقضاء يحكم بحكامه وأكثر من 2000 عائلة تجري من محكمة لمحكمة، البرلمان كان غايب جملة. بالفلاقي لاهي في همه مش ناقص مشاكل الشعب. حتى رحنا خممنا ما نقلقوهمش ونقصوا على مشاغلهم، أما قلنا نعملوا طلب. حاولنا نشوفوا نائب سند الحراك الموجود في البلاد في الفترة هذيك. أما ننساش كيفاش قررت حكومة المشيشي باش تعمل حجر صحي شامل بداية بأربع أيام. يسمى تبقى تاريخ هذية لخصوا بها قمة التسطيح، قمة المسؤولية مع حكومة مع شعب. هذيك تلخصت العملية. وقتها تبدأ أنت الحجر الصحي شامل بأربع أيام، أصلا شو المعنى بتاعه؟ بيك اخترت بأربع أيام علاش يبدأ من 15؟ خافوا من 10 سنين بعد الثورة. 10 سنين بعد الثورة أكدوا فيها اللي صار في 10 سنين الأخر، عملية تكثيف لكل ما عملوه. هذوك هي نفس إيقافات، ضرب، تعذيب، تشويه، سجن، أحكام. فمك الدولة كل خايفة 10 سنين جاي يا أخوي إيش عملتوا؟ ينهارة الموت ينهارة الكشفة كما يقولوا فيها. هما كانوا مجهزين أنفسهم بالعصا، كان الوضع يقتضي أنهم يشدوا 20,000 شدوا.
الايقافات في الاخر كلها كانت عشوائيه، معناتها انت تنجم تكون متعدي في الشارع طرف باقة تعدى تهزك توقفك تلقى روحك محتفظ بيك، تلقى روحك عندك 12 تيتر معناتها بيان سور هذا من جانب موظف وتكوين وفاق واعتداء وتعاصي وفما حتى معناتها وصلنا حتى نحكيوا على معناتها جرائم اللي تضحكني انا الاعتداء على الامن الداخلي ومحاوله قلب نظام اللي هي اسونسيلمون تهم سياسيه معناتها اللي احنا لقينا قصر معناتها معناتها المحاضر متكيفه بالطريقه هذه معناتها قاصر عمره 14 سنه يلقى روحه يواجه في تهمه حكم بها عمل امامي عام 2002 واللي عقوبتها الاعدام اللي زيد يضحك اكثر احنا ما عندنا حتى اتفاق مع حتى جهه باعتبار ما ثم جهه رسميه تم التفاوض معها برافو احنا سمعنا كان نقابه امنيه تدفي ما تدخلوش اذا كان جد هذا موقف جميل جدا السيركوين احنا بس انا ما نعرفوش كنكمل لك عندنا زملاء لو ناس اصحابنا من برشا جهات تم خلي تكلم نحن عنا مسيرة سلمية جدا ما فيها حد شيء زيد في علاقة بحياتك رشيد شكرا تتوقف يحتفظ بيك تتبحث تعال على قضية التحقيق تتحكم ابتدائي 4 سنين تركبك في الحبس معناتها السيتواسيون القانونية والميدانية على مستوى الشارع كانت أقل ما يقال عنها أنها فظيعة كلهم ما يحبوش دفاع وكلهم ما يحبوش يتعرضوا على الفحص الطبي اللي هو وجوبي وكلهم معناها ما يتمش إعلام الولي أو العائلة متاعو اللي هو يفرض القانون عدد 5 لسنة 2016 يفرض على باحث البداية عندما يتم الاحتفاظ بمتهم أو ذي شبهة أنه يعلم العائلة متاعو وأنه ما يبحثوا إلا أنه يسألوا يقولوا يا أخي أنت عندك محامي ولا نطلبوا لك محامي يتكتها الجمهور معك وتترمى غادي ينتهي الغاز طريقة الإيقاف في حد ذاتها كانت جزء من عملية القمع الممنهجة واللي شملت البلاد الكل مختلف الأعمار ضرب، إيقاف عشوائي، قصر في الحبس، غاز معبي الحوم، بوليس في الديار وفما حتى شكون مات نهار 5 مارس 2021 جينا الأخبار من صفاقس بوفاة الشاب 30 عبد السلام زيان في الإيقاف بعد ما وقفوه البوليسية هو أخوه لخرقهم حظر الجوالين نقلنا لصفاقس باش نفهموا اللي صار مع عائلة المتوفي. وقفونا الليلة الأولانية خالي جاء مع حكاية العشرة. جاء على أساس باش يدخل واحد وأمي سمعت أعطته الدواء. على أساس باش يعطيه الدواء. خالي غاديك مرضوا به، طردوه وكسروا له بطاقة التعريف وقالوا الدواء ما فماش ما يدخلش. هذا الليلة الأولى. الليلة الثانية نهار الاثنين كي مشينا نبحثوا في الصباح في الشيحية. جاء ودخلتي مد لنا الدواء. قالوا زيد تعرف في روحك راهو ما يدخلوش في الليل خالي يدخل معناتها كلم شكون وعطى الدواء معناتها العون ودخل الجيور وما دخلش وشافوه في هيك الحاله من 6 نتاع العشيه وانا برا العوان كل شافوه كيكا معناتها شافوه زوز عوان هما فما قالوا راهو مريض وعنده السكر تو نهار كامل ماكلا عطشين يرحم بوك قال لي باهي تو نكلم له الدوريه الدورية ما تجي بثمانية متاع الليل تجي كلمة ساعة متاع الليل وجاء البوليس يخرج مش تعدوا محكمة مشينا للمحكمة تسعة غير بها خرجنا أول واحد أول عباد الله خرجنا من تسعة غير بها على 7 متاع العشية وإحنا في بيت الجيور متاع المحكمة يا معلم يا سيدي كنت ترى البيت يقول لك 2 متر على 2 متر هاكي ولا 3 متر على 2 متر هو راقد على هاك البنك يقوم يرد يعمل شرب ماء ويرجع يرقد يقوم يرد يعمل شرب ماء ويرجع يرقد هيك هو نركب يسليم شبيك يسليم فيق يسليم كذا وانا نعيط يا معلم يهديك تفل بالراجل باش يموت اعطيني نعمل تليفون اعطيني كذا باهي يا معلم باهي شرب ماء
باهي يمشي يضرب ساعة بعد يجيب لي كارت دبوسة ما. تقول الرجل من فوق من قلبه يا ودي نعم قال لي بالك شي في دار بوك انت قاعد. ريت الرحمة كيفاش ريته؟ هذا ماذا من الكل هذا بكل ما يتحاسبوش انا حق خويا ناخذه بيديه ولا يهمني لا في دولة ومقاطع مخمم في عدشي. مش كان حدثت وفاة عبد السلام زيان هزت الرأي العام. في نفس الفترة في آخر جانفي يجينا خبر من ولاية المستير بفقدان الشاب أحمد للخصية متاعه جراء التعذيب. باهي يا أحمد احنا تو الشهادة ذي ما تفاهل اللي صار لك كنت وقفت في آخر جانفي على ما أذكر آخر جانفي 27 جانفي أحكي لنا بالضبط شنية هو صار مزار اني قاعد نخدم في حانوت غاديك تاع الزرب وكل شيء نلهبك اليوم معنا يعني هو ما فرتش معنا هبطوا ثلاثة عوان يجري واحد مشي من باب الاخر وزوج جاوا من الباب اللي من هنا شادوني ديريكت غطى لي راسي بالكابيش وطلعني نهالي المينوت قلبها لي في يدي من قدام وقال لي اقعد على الكرسي قعدت جه زميله الاخر نحالي خد الكابيش مدموس من الجيب وقطع خد الكابيش ونحا وجابوا ثلاثة هروات واحدة ربطوا فيها الخيط منا ومنا ودخلوا لي بين ساقية ودز يكبس معنا واحد دور منا واحد دور منا يكبس 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 عملوا لي كجاجة روتي معنا هاي وحطوا لي عصا أخرى بين ساقية لهنا وحطوني بين زوز طواول ودزوا يضربوا فيها معنا ضربة هذا ساقية ما عادش نجم نوقف عليهم وقت وقفت دزوا يضربوا يضربوا معناها كل واحد يضربوا من جهة وبعد شي وقفني هذا المولي وقفني كيك ونحالي معناها سروالي ونحالي الملابس الداخلية متاعي المادة البريكية دز يحرق لي في القصية متاعي بالبريكية هزول المساعدين غادي كي طبيب قاليش بيك تمشي كاك وكل شيء يستوي راح قلت له راه الحكايه توقع قاليش كي تقول له ما شكيتش طلعوني هزوني للسبيطار سالو هزوني للسبيطار سالو صاي معنا الخصيه فسدت رصت لي عملت عمليه ونحيتها حياته دمروها له معنا مش عارف اني نهار اخر شكون باش يقول لي يا بابا شكون مانيش عارف معنا الواحد موت خير من الحياه من الاخرين بعد هذا الكل عندك شكون مات عبد السلام زيان في صفاقس عندك شاب تعرض للتعذيب وتقريبا العالم كل سمع بالقصه نتاعو وانتزاع الخصيه نتاعو هذا كل يصير وبدون حتى محاسبه اي لا هو راه ما يصير حتى محاسبه مش حاسب مش حاسبوا انفسهم ما يحاسبوش انفسهم هما هاكا عملوا مثلا لجنه تحقيق برلماني شوف اسمعني مانيش برلماني مانيش برلمان، عندنا برلمان تاع كامبينات فماشي كذا كتلة تصويت تجيب منا ميسرة فلوس ركح الأمور لكن دوره يحمي الحقوق والحريات البرلمان لا أنا قلت لك ما عندناش معطل جيب أنا أتكلم أنا كني برلمان هذا اليوم من سبب موازين القوى رئيسه ليس رئيسا للبرلمان هو رئيس جماعة داخل البرلمان ما قال باش يعملوا لجنة تحقيق وينه برد الحكاية اسكت مغادي ركح الأمور نظم هذه غرفة عمليات وما كانش ماهوش برلمان غرفة عمليات أنا نقول العكس معناها إنه البرلمان خصص العديد من الجلسات وتم معناها الاستماع للوزراء اللي عندهم علاقة بالمسألة هذيك من جملة الحاجات اللي صارت هو وفاة الشاب عبد السلام زيان في صفاقس في مارس اللي هي كانت تقريبا صدمة للتوانسة صدمة كبيرة المجلس النواب معناتها اليوم احنا اليوم 18 ماي هي الحادثة صارت في أول مارس في 18 ماي وين عمل لجنة التحقيق ما الناس لمتكم ما صحيح بردت الحكايه وفات وناس تقول حقهم ضاع اللجنه دوبه معناها صارت الحادثه معناها نتاع الوفاه الرياكسيون نتاع البرلمانيين انهم مشاو وصحوا فيها من كل الكتل وكانت محل اجماع وتوافق عريض معناها من قبل النواب ولكن انت تعرف الاجراءات فما مسارات تجميع الامضاءات وتثبيت في الامضاءات والتثبت معناتها في المقتضيات القانونيه المنصوص عليها بالنظام الداخلي ثم تحال على مكتب المجلس وانتم ما تعرفوا في مكتب المجلس احنا الجلسات مش كلها معناها جلسات تقول انت معناها موافقه وجات حكايتك الاضرابات وفما المناخ العام داخل مجلس النواب الشعب ما كانش ملائم وزيد عليه الوضع الوبائي والخدمه معناها الوقت ماهوش
تضافرت كل هالجهود هذه كل هالملابسات هذه كل مع بعضها باش تاخرنا في تركيز اللجنه معناها حتى لشهر ماي. الحقيقه كان من المفروض انها تصير على القليله جمعتين جمعه بعد معناها المساله هذه. يعني انا حسب ما فهمت من كلامك انه هذايا توا سياسه الحكومه القمعيه القضاء اللي هو نورمالمون مستقل جزء منها ولا اكيد هذا المؤكد. ما دام اليوم ما نشوفوش احكام مادام ما نشوفوش أحكام على محاسبة ناس ما طبقتش القانون أو خرقت القانون وما تحاسبوش، هل هما فوق القانون؟ هذا السؤال اللي نسألوا فيه، ولا هما يفلتوا من العقاب وما يتحاسبوش لأجل صفته كائنا من كان عون أمن ولا قاضي ولا محامي ولا اللي هو. اليوم المعركة إلى جانب أن هي معركة حرية ومعركة حقوق إنسان هي معركة تطبيق قانون. صار غير مسبوق والتو العباد والعائلات تعيش في تبعاته، واهم حاجه انه ما تحاسب حد، لا بوليسيه لا قضاه لا نواب لا وزراء، وخاصه لا رئيس حكومه اللي هو بيد وزير الداخليه بالنيابه واللي عمل عين رات وعين مراتش في بلاد ما يضيع لك فيها شيء كان حق. Thank you.